كغيرها من المحافظات تنال تعز نصيبها من آلة الحرب، وهذه المرة ليست عبر القذائف والرصاص بل عبر الألغام. في حقيقة الأمر نحن في مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي خلال 11 شهر استقبلنا حوالي 197 حالة بتر، منها 91 حالة بسبب الألغام. مئات الألغام في مدينة تعز حصدت ما يزيد عن 223 مدنيا، فيما أصابت المئات منهم بجروح، كما أوضح تقرير صادر عن المركز الإنساني للحقوق والتنمية. إجمالي قتلى الجمهورية اليمنية بشكل عام يكون 684، إجمالي المصابين 962، المباني 570، المركبات 129، يصبح إجمالي المتضررين بشكل عام بالجمهورية اليمنية 2345. هذه الألغام مزروعة في المدارس، في الجامعات، في الكليات، في المراكز الصحية، في المساجد، في الآبار، في المزارع، في الطرقات. هذه الألغام سنعاني منها مستقبلا معاناة كبيرة جدا. في مؤتمر صحفي للمركز عقد في مقر السلطة المحلية، دعا التقرير منظمة الأمم المتحدة إلى التحلي بواجباتها ضد مرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين من سكان المدينة. يعيش السكان هنا واقعا صعبا في ظل حرب الميليشيا، فمن لم تقتله قذائفها أو الرصاص سيكون ضحية لعبواتها الناسفة وموتها المخبوء تحت الأرض. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.